يا ريت بلاش جملة ما بتسألش ليه. لو حد وحشك ادخل وكلم واسأل عليه وخلاص، من غير عتاب ولا لوم ولا تقطيم ولا كلام يسم البدن. الدنيا وضغوط الحياة شغالة الكل، يعني مش حضرتك لوحدك. اللي مشغول ومهموم والناس لع، الكل مسحول في حياته واليوم بيطير وربنا وحده اللي عالم بالناس. ومش عشان مثلا في ناس دايما بتضحك ومبتسمة وطبعها انها مش بتشتكي يبقى خلاص حياتهم زي الفل يعني وما عندهمش مشاكل، اكيد لا. بس في ناس ما بتحبش تشكي وتحكي همومها ومشاكلها، ممكن تكون دي طريقة للهروب وانها تفصل شوية عن الواقع الصعب اللي كل الناس بتعيشه. فياريت نلتمس الاعذار لبعض، ولو في كلمة طيبة نقولها، ولو غير كده نحتفظ بها لنفسنا. ياريت محدش متحمل كلمة وممكن على موقف بسيط ينفجر.